بالا الاذربيجاني، كره ملعوبه لصالح الساميه، محاوله عبد الله خطر الله ماريوس سلفا عرضي الله الله الله، هجمه سريعه الان هذه الى بدرك بابياني بيمر خطره خطره على المرمى جول جول راؤول بالعمق الان يلعب كره حلوه، هذه خطره لصالح عربي حمد بريه الله، كره ملعوبه لصالح السالميه ناحيه اليمين الى عدي صيفي، كره مع دغوت عز خطره خطره عدي صيفي الله الله الله، شافي توريز جول دوبي 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 بيمر بيمرر داخل منطقه 18 وهات وخذ الله، سلم لاحمد اسماعيل، اسماعيل بشماله طويله حصلها حصلها جول سعيد، بارجع محمد خليل يلعب يا سلام ملعوب الله الله الله، 10 4 عبري كره ملعوبه الانصاري يا سلام بنطوع تصويبه كره القادسيه وهذا يلعب على طول الكره ما فيها شيء، الثالث 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 الظفيري تتنفذ الكره في هذه الاثناء بيلعبها وبالراس الله مع فايز الظفيري ترجع لكاظمه يتقدم والمرور خطيره خطيره كول قطع عبد الله البريتشي لعب عبد الله البريتشي جول، والكويت يعود ويتعادل ويبحث عن التقدم البريتشي جول، اوه عبد الله البريتشي البريتشي فيصل الله 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 الله، رونينيو رونينيو فادي الانصاري الى بدر المطوى في الجهه اليمنى عرضيه بدر المطوع بدر جوليو بينفذها تلعب وتمور تلحق الله، محترفهم انداي مقطوعه والى حارس الله الصعلون وخطا كبير الله، الى في الامام لصالح نادي كاظم عبد الله الظفيري، هذه فرصه لصالح نادي كاظم عرضيه بالجول، نادي كاظم يلعب في الامام ناحيه اليسار الى حمد الحربي، حمد الحربي مع ناصر الفرد يلعب كره عرضيه لظفيري حلوه يستقبل احد الله، شوف الزنكي جابر الزنكي جول، لا زالت الكره للسالميه ملعوبه مبارك البنيني بيحاول يمر ويشوط الله، التمرير السريع لنادي الشباب حلوه ملعوبه الله، تعادل الشباب الان في كره براهام وركله الجزاء ركله الجزاء جول من فيصل العنزي، وفيصل بيلعب الكره لافه على طول الله، بيحصلها ولا لا والحارس طالع من مرماه وين يستمون جول جول ثاني براهيم 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 جول، اليمين في اليسار اليسار في اليمين اليسار الله، عبد الله البريتشي يلعبها عالي البريتشي كالديرون توصل لصالح عبد الله البريتشي، يا سلام تمريره جميله ملعوبه الله 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 الله، هذه اللعبه تيسير الله يا سلام جول، محمد الى تيسير يحاول يتقدم تيسير يا سلام الله اكبر عليه، شم الرفاعي جوزيف جوزيف جول جول، لاعب نادي اليرموك طبعا علي عبد الرسول يا سلام يحاول يتقدم يحاول يتقدم ويشوف لحد الله، سامي الصانع ينطلق سامي 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 يلعب له العرضيه حلوه ويشوت على الجول، سعيد لسامي جول، طيلي بيسلمها بالنص راشد شايت الله 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 الله، يوسف ناصر يوسف وركله جزاء لنادي الكويت جول، يوسف العنيزان
البديل يوسف. يا سلام يا طلال الفاضل، راحت منه خلاص، وتهيأت لجمعة سعيد. جمعة بالجول، فين خطيرة، فيصل زايد خطيرة بالجول، خطيرة جول جول. اسحب المدرب على العموم، الركنية الآن ملعوبة جول. ويلا بيلعبها مشعل فواز، محاولة تنحط بالراس، تحضير بالجول. الله فاضل بالخطأ المرة الثالثة، بنتلق بناء تيتي، تيتي جايد على المرمى. الله ازناف العمل احمد الزنكي، الزنكي خطرة، الزنكي راح، الزنكي مر، لعبها. الله 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 الله، اللقاء لما قدمه في الشوط الثاني، السلوش الهادي يلعب. الله ختام الجولة الثالثة، كرة ملعوبة لصالح نادي كاظمة، محاولة تنحط. الله بيلعب ناحية اليمين الى فهد المجبد، يمر فهد المجبد، يحاول فهد المجبد يحافظ على الكره. لعبه الى ناصر الفرج، حمد حربي الى نادي كاظمة، هذه خطره، خطره بيحضر الجول، جول. الله جول. يوسف نيزان، يوسف جول. اليوم هم المتقدمين وعندهم الثلاث نقاط، وهذه كره ملعوبه، وهاب صليلي بيلعبها جول. دوفي هذا يغير على علي عبد الرسول. الله 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 الله. يسار حارس المرمى، يسار حارس المرمى، يساره وجول. على يمين الحارس، على يمين الحارس، يمين الحارس، يمين الحارس، وعلى طول قطع. توصل، لا زالت، لا زالت ملعوبه. أوبا الله. لكن جاوتشو أو رونينيو يعيد كرة إلى فهد الأنصاري، جميلة 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 عند بدران، عرضية من بدران. الله الله، قوية جدا للكويت، ولا كرة خطيرة لدييغو. إلى إبراهيم، إبراهيم الكرة معه، إبراهيم الكرة معه، ملعوبة جول 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 جول. أوبا توصل بينية للزنكي، الزنكي انطلاقة من الزنكي، ملعوبة ينطلق، يمر الزنكي، مر، راح، خطرة. الله 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 الله. قصر ركلة جزاء، باتريك فابيانو، باتريك فابيانو. إدراك التعادل من النصر، وكرة محمد حمد راس. الله 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 الله. ثالثة بعد ما ضيع الأولى والثانية، وهذه كرة ملعوبة لصالح السالمية، عود يصيبي حطه. الله مثالية في هذه المواجهة. الله نادي الكويت، عبدالله البريشي، كرة ملعوبة تنحط بالرأس، جول كويت. يوسف ناصر بشوت، جول جول. أدى يوسف ناصر بعضة جول. إلى فهد العنزيبي ينقلها ناحية اليمين إلى سامي الصانع، نغلى عرضية خطرة. الله شمال ولا باليمين؟ شمال، يمين الحارس. الملعوبة الثاني. حلوة حلوة حلوة، جول. يا كرة ملعوبة عرضية. الله جاي جاي توصل، هذه خطفة وجول جول. الله طالي نادي القادسية، وهذه كرة مرفوعة جول. بدر مطوع وركلة جزاء، هل يأتي بأخو للهدف الأول؟ بدر مطوع جول محقق لنادي طبعا وتلعب الجول جول جول جول. يحاول يتقدم ويتقدم، يا سلام يا سلام، ويحاول عبد الوهاب وبالراس بالراس. الله الله يا سلام. الكره مبارك ينفذ هذه الكره بالراس. الله عدي الصيفي بناحيه اليمين، يحاول عدي يحاول يتقدم، ها ويتحاول بالجول جول. جيل
الأهداف دائما ما تأتي جميلة من هذه الكرات. هل يصوب أم يمرر؟ يصوب ملعون. الله 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 الله. فرج وعمار بلوشي يتقدم يصوب وهدف ثاني لكاظمة. هدف اخذ ركلة الجزاء وحسين كنكوني وعجب. حسين كنكوني وعجب جول. الكرة ملعوبة توصل لكن عمار بلوشي توصل الفارج ناصر الفارج ولكن جمع عبود الثالث فريق سجل 3 أهداف وممكن يسجل الرابع. الخالدي الهاتريك الهاتريك إبراهيم إبراهيم الله سعود يلعب هذه الكرة ونشوف نشوف السرعة نشوف السيطرة يحاول يتقدم وهو بالجول جول 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 صعنون جوزيف جوزيف جول حصلها شباب 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 جول نفس المكان اللي يصير الجاسم يصير الجاسم ايضا عرض كرة الله سارة مع العربي تعادل وهذه الكرة ملعوبة لصالح غزية خطرة لكن بيشيلها حارس مرمى متابعة الجول جول سويدان للسالمية نغلة حلوة إلى بدر السماج ممكن يشوت شايد على المرمى الله معه تلعب كاميرون شايد على المرمى لكن تضرب ترجع فترة يوسف ناصر جول واضحة إذا مرة ثانية يوسف ناصر سدد جول هذه الكويت ملعوبة على طول إلى جمعة سعيد خطرة لجمعة سعيد خطرة تنعاد الله عموم مارين بيلعب الركنية أيضا ابعاد من حارس المرمى خليفة ولا زالت للعربي جول وعمر حبيد يا سلام عليك على كرة حلوة كرة حلوة وأحلى بالجول معطيه ظهر الخصم للجول فبالتالي هو يكون أسرع اللعب لعبة هاي الكرة بالجول جول وين وين الحسبة وين جول جول رايح 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 ولا جاي رايح جول المباراة في الدقيقة و14 ثانية بدأت اللعب الكرة بالجول الله الله اترد مرة ثانية إلى أليكس ليما توصل إلى مساعد بناحية اليسار يحاول يسدد هذه الكرة الله الله توصل ليوناردو دي سيلفا إلى ضاري ولكن تنقطع مساعد يقطع هذه الكرة بالراس بالجول جول نادي طبعا السالمية توصل من نصر الله إلى فابيانو جول وتوصل إلى القلاف حمد حمد القلاف يرفع هذه الكرة بالرأس الله وطبعا اللي معاه وفواز أمامية لسويدان يا سلام ممكن ياخذ دار عبد الله البريتشي ولا فيصل عفريتشي يا الله ركلة الجزاء وسام الإدريسي وسام وسام جول لفريق نادي القادسية محاول كرة اللعب خطيرة تلحق الجول الله الله في مواجهة سليمان ميرزا بيلعبها ويحطها الله جول تابعها بس هيرمان وهيرمان ينفذ الله وقت بدل ضايع وبلنتي واندرسون جول صفر محمد صفر كرة معاي تقدم محمد صفر يلعب العرضية محمد صفر والرأسية بالجول الثاني فيصل عجب فيصل جول يسكر على علي عبد الرسول 5 دقائق وقت بدل ضايع هو نجم هذا يوسف وهذه خطيرة جول لصالح نادي كاظمة بتلعب تلعب بالرأس الله يحطها يتوج مجهودة رونينهو 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 لصالح نادي القادسية عيد الرشيدي الآن بيستقبلها ممكن تشكل خطورة بيحاول يمر عيد الرشيدي جهة اليمين بيمر بيلعب كرة عرضية خضراء الله 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 اليسار وشايف شايف يعني في لاعب في أرضية الملعب وهذه كرة ملعوبة بدر مطاوع هذا الرأس الله مرزو
خطيرة بالجول. على العموم سريعة سويدان سويدان حمد سويدان جول. فيصل زايد فيصل زايد زايد وين بينقل وين بينقل كرة جول. على العموم هذه كرة حلوة ملعوبة كاظمة يا سلام دلا شرهان رايا رصيدها برونو بيلعبها حلوة خطيرة هو والجول. بناي محمد البناي بيمرر إلى يونيك هو بيحاول مور يخطفها قدام الجول حط الجول الله يلعبها على طول اتجاه المعاكس وتسليم الآن 2-2 ويلعبها مرة ثانية خطيرة جدام الجول حط الجول الله. نغلتين حلوين للعربي وأحلى الرفعة راح يرفع ومرفوعة وتوصل وتنحط قدم الالتزامة وفيصل زايد في هذه اللعبة خطرة خطرة بالجول احمد حاولت بدور هات الخوط بحطها بالجول اللعب جول اني حطها جول على حدود 18 والله خطفها من عدي هدف احمد الضفيري احمد الضفيري الله 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 الرشيدي والرشيدي يتركها البشير عبد العزيز ممكن ما يلعب العرضية لو لعبها أسرع يا حامد الرشيدي ممكن تكون خطورة الآن لوكاس لوكاس الله ثابتة في الكرة البحرينية وهنا مع العنامي بتلعب تنحط الله قبضة كيدة وتلعب الجول الله الله تابع وكان الرد أحمد تيتي أحمد تيتي يحطها الله جول بسمارك لا على عباس على عباس على عباس لنادي كاظمه للكرة الكويتية كرة ملعوبة الخط الأمامي الله كرة خطرة كرة خطرة لا زالت فيها خطورة لأن موقع اللاعبين بشكل أسلم وأفضل وأفضل جول أبا تيتي الجول تيتي رحتي وجيتي كرة كرة اللعب الله كنت ضايع لكن طبعا توقف كثير توقف ايه توقف دي اول لعبه لكنها شالوا تبعد على طول لا زالت الراسيه والمحاوله راسيه لفابيانو حصلها فابيانو قدم فابيانو شايت جول حمد القلاف الحلوه ملعوبه خطيره دائما قمة في مباريات الموسم دائما الديربي الكبير عندما نتحدث عن كرة القدم الكويتية لأن هنالك القادسية هنالك العربي كويت احمد الزنكي جيت اليمين يلعب كره عرضيه طويله قاعد بدل عن الزيب يحطها براسه الله اليسار بينطلق فيها بيحاول يتقدم كره بيمر فيها خطره منطقه 18 خطره بالجول جول عبد الله البريتشي جمعه سعيد بيمر بيتقدم بالعمق جمعه سعيد حط كره بيسار الله
جاتشو والصعنون جول. في ذكاء من اللاعب نفسه سلطان العنزي بإيقاف اللعبة. هذه كرة ملعوبة قوية. الله الله الله. في الراية لعبها في الوسط وهات وخذ معه كمان والله. عمر الحبيتر وايضا تنشال وخطيره بالجول. عشر الشوط الثاني هذه خطيره جول لصالح الشباب. جمعه عبود قطعها لصالح العربي بيلعب كره عرضيه لكن يتدخل الله الى محمد صفر ده منطقه 18 على المرمى بتفور جول. نصر عرضيه ملعوبه والجول جول جول جول. روبن هو اللي لعب كره وهذه كره سريعه لصالح يرموف واحلى روح يشوت على الطاير. الله على الطاير القويه اكيد لا ما راح يمشي يوقف اللعبات لكن هذه كره سهله واحلى. النصر تقدم بالاول وتقدم بالثاني. تصلح راح يشوت راح يشوت راح يشوت راح يشوت جول. ما هو اللي ضاغط من اول طلعه وتلعب وجول جول يمين بعد ما كان يلعب ظهير ايسر وباك يسار كره ملعوبه ما تمر تنقل جهه اللعب الجول بيتغير اتجاه تلعب الجول. الله محاوله بيلعبها لابراهيم. ابراهيم بيحاول يرسل توصل خطيره الان ابراهيم قدام الجول بيحط بالجول. الله 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 توصل تصلح راح يشوت شايت. الله شغلتين وهذه 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 ملعوبة بالجول. يعني ثقته بنفسه على أساس النادي هذه كو حصلها وهات وخذ مع زنيفر يشوت جول طويله ناحيه سيدريك هنري بيحصلها والحارس حصلها 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 جول. علي العرباوي بالتفوق سنوسي بيحطها بجول جول ريز جول سنوسي نادي اللعبه الى رونينيو. رونينيو بيتقدم شايت على المرمى. الله بدايه كره ملعوبه تنحط. الله الله وشوت. الله 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 ولعبها المرمى امامك يا سويدان ولكن يلعبها جهه اليسار كان ممكن يلعبها على الطاير السويدان. عموما كره محاوله بيا اثنين الله الاثنين. الله الله بيحاول يمر. يا سلام يا سلام يا سلام على العرضيه الان والاثنين بيلعبها وبيحضرها قدام الجول. الله 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 حسين الموسوي وين راح يحطها حسين الموسوي ويلعبها وجول جول. مد الرياحي افتتح التسجيل براسيه منحت التقدم واضع يعني اكثر من ثلاث فرص مؤكده وهذه خطيره جول. جمعه سعيد يلم ويهيئ ويجرب نفسه. الله 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 جمعه سعيد على عباس على علي. الله 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 مسجل لكن حميد القلاف جول جدا في هجوم القادسيه كره ملعوبه ومحاوله خطره بدر مطوع حط الجول. الله تلعب الكره الى عيد مره ثانيه بدر مطوع هذا راح يشوت لكن يمرر ظفيري بحط الجول. الله لعامر مر يلف بدر مطوع عامر معتوق خطره لصالح القادسيه داخل منطقه 18 لعب عرضيه خطره خطره. الله لكن عبد الله الفرج بيتابع لوكاس عيد الرشيدي لمسه لمسه الى لوكاس حلوه الكعب حلوه حلوه. الله حلوه كانت النقله الى بدر مطوع الان مره ثانيه صالح القادسيه يدخل منطقه 18 يلعب كره عرضيه جول جول ماخذ المكان المناسب بيلعب كره عرضيه جمعه سعيد لكن بيعبها انت روبن احمد زنكي على المرمى. الله الفيصل زايد للعب نحط الراد هجري جول كرة عرضية لكن يبعدها هاشم عدنان متابعة موجودة لكن بيخطفها بشكل سريع
لمسه على طول فادوسري، هذه خطره لصالح نادي اليرموك، ممكن تكون فرصه هدف. جول مال عطاء جول وينفذ هذه بالصافره. ومبارك مبارك مبارك جول فلي لا شيء. عبد العزيز الوادي ينفذ هذه الكره بالجول جول مال ضربة جزاء بالجول جول. عبد الهادي خميس، عبد الهادي توصل توصل وتسدد ويسدد الله بالجول جول. ترد مرة ثانية إلى الرياحي إلى طلال، يا سلام يا سلام الرياحي، هو الجول هو الجول جول جول. خطيرة 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 بحطها بالجول على طول غير العرضية جول. ركبين يحاول يمر السالمية، يلعب 10 لاعبين دقيقة 21 الشوط الأول، طرد حارس المرمى جول. إذا إلى 10 أهداف مشاركا فيها اللاعب إبراهيم، هذه خطيرة جول. الغاتسية سيف بقنية خطيرة خطيرة، هو الجول الله مرة ثانية وثالثة وتلعب، وممكن بدر في الجول. كرة طويلة ناحية بندر السلامة، بندر السلامة كرة معاه، كرة بالطول الله، صانع كرة ملعوبة في الأمام ناحية أجري الله، نادي على تنفيذ الفاول. لوب جميل بندر السلامة عند الراس الله الله. ركلة جزاء هذه الكويت، فيصل زايد جول. يلعبها مرة ثانية كرة ناحية سيروزيل، هذه دخل داخل منطقة 18 وين بيلعبها، حاول يمر مار الله تتنفذ إلى أنت اللعب، الكرة توصل وبالرأس الله بالرأس من بندر توصل إلى شبيب، يا سلام الله. مشعل يحاول يتقدم يعرض وبالرأس الله وبالرأس من قبل نادي الشباب على مرمى نادي الغاسية. عيد الرشيدي بيلعب كرة عظيمة بدون خطرة الله. الشيخ نغلة ناحية اليمين إلى عبد الله ماوي، حلوة اللمسة إلى عدي الصيفي، انطلاقة سريعة الآن لصالح غاسية، عرضية من عبد الراس جول. حكم المباراة فيصل زايد بيلعبها الله الله، بيسلم الكرة إلى القبيزي اللي بيلقنها إلى جمعة وانفراد يحطها في جول، بيمر ويحطها وجول، وبيحضر ومحاولة للمرور والاختراق من العوم وقياس سلام المجهود فري خاطف الجول وجد السالمية بتنقطب سريعة جهة اليسار والهدف العاد لعبها لحسين الموسوي بالكعب للخلف، وهذه العرضية الله يمشي وتلعب خطيرة السالمية خطيرة فابيانو باختيارهم هذا واحد منهم مهدي دشتي، والمحاولة يا سلام يمرر الله الله الله. كذلك اللاعب في صفوف النادي العربي الكويتي، كرة في الكعب جميل الله عبها بيمينه حلو عبد العزيز، يا سلام عليه محمد حلوة محمد، يا سلام. بس نشوف لافي نشوف لافي وبالراس طبعا من الله احمد، وتوصل بناحية اليمين توصل يحاول يعدي يحاول يسدد الله الله. في مباراتهم امام القادسية ثلاث اندية على الورق لهم امل، كرة بتلعب الله توصل ناحية اليمين بيلعبها والله الله، الكرة في محمد الزنيفي، الكرة مقطوعة وتنحط حطها الله، راح ينفذ وبيحطها الله، وعدي لا زال بيمرر كرة توصل لبدر ولا جول اللي خارج الملعب، كورنر لصالح نادي الكويت، كرة ملعوبة محاولة تنحط بالراس الله، يا نواف المنصور يوسف ناصر سدنكي سامي الصانع، كرة ملعوبة حلوة هذه يوسف ناصر حط بالجول الله، قدم سريع الآن فيصل زايد عبد الله منطقة 18 حط بالراس الله، بيلعب كرة طويلة إلى حسين الموسوي اللي أخذ مكان الآن، والانفراد مع حارس المرمى الله، صالح النصر ركلة جزاء حطها جول. وكبار في القدر وكبار بالمسؤولية وصاد هلا جمعة سعيد يعطي أفضلية حكم باروت الله، على جهة اليمين علي جوهر
وين العرضية حلوة خطيرة بالراس كول يوسف ناصر يوسف مدرب نادي الكويت مد الزنكي 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 يلا عبد الله